جلسة مجلس الأمة اليوم والتي تخللتها انتخابات الشعبة البرلمانية وممثلي الكويت في البرلمان العربي شهدت انتقادات نيابية واسعة للأداء الحكومي، وشدد عدد من النواب على الدور الرقابي للمجلس فيما طالب عدد منهم بتفعيل لجان التحقيق البرلمانية. الانتقادات النيابية لم تتوقف عند الحكومة الحالية بل امتدت لتشمل الحكومة السابقة وخصوصا في فترة تصريف العاجل من الأمور. جلسة ساخنة شهدتها قاعة عبد الله السالم اليوم، زاد من سخونتها غياب الحكومة عن بدايتها، حيث لم يتواجد في القاعة في بداية الجلسة إلا الوزيرة رولا دشتي. النواب تحدثوا في العديد من المواضيع وانتقدوا الحكومة بشدة في الكثير من المواقف، فكان لخطة التنمية والقضية الإسكانية ووزارة النفط نصيب لا بأس به من مداخلات النواب، كما لم تسلم الحكومة السابقة من الانتقادات وخصوصا فيما يخص التعيينات بالوظائف القيادية وتوقيع العقود خلال الفترة التي أعقبت استقالة الحكومة وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور. نحتاج نهج جديد كليا تختلف عن النهج السابق، نحتاج أن تكون رؤية حقيقية للمرحلة القادمة. حتى الحكومة العاجل من تصريف الأمور قامت في اتخاذ بعض القرارات يفترض أن لا تأخذ فيها، على سبيل المثال توقيع محطة الزور، حكومة أسبوعين تصريف عاجل من الأمور، توقيع عقد بأكثر من 600 مليون مو من حقها، توقيع جسر جابر أكثر من 700 مليون مو من حقكم، توقعون عقود ومناقصات تتجاوز المليار دولار وانتم حكومة تصريف العاجل من الأمور. ولذلك هناك الآن لجان تحقيق، ونتمنى من الحكومة مثل هذه المناقصات أن تقف إلى أن المجلس يأخذ رؤيته في هذه الإجراءات، أو أن سوف تكون هناك حسابا عسيرا أمام هذه الحكومة. جلسة اليوم تخللها انتخابات الشعبة البرلمانية، حيث فاز بمنصب وكيل الشعبة النائب علي العمير بأغلبية 46 صوتا مقابل 10 أصوات للنائب سيد حسين القلافة، كما فاز النائب يعقوب الصانع بمنصب أمانة السر والنائب صالح عاشور بأمانة الصندوق، كما فاز بعضوية اللجنة أيضا النواب مبارك النجادة وعادل الخرافي وعبد الله معيوف، وفاز بتمثيل الكويت في البرلمان العربي كل من النواب سعد الخنفور وفيصل الكندري وأحمد المليفي وهشام البغلي. التحركات الحكومية خلال انتخابات الشعبة البرلمانية والبرلمان العربي وخصوصا من الوزيرة رولا دشتي قوبلت بانتقادات نيابية كبيرة وخصوصا من المتنافسين في هذه الانتخابات، حيث هددها البعض بالصعود إلى المنصة. غير صحيح أن وزير يتدخل في قناعات النواب، خاصة النواب فيما يخص التضامن الحكومي، فهذا أمر صحيح ويتفق مع القواعد الدستورية، لكن أن يتدخل وزير بصورة واضحة بهذه الصورة ويفتر على النواب بكل تأكيد إن صح فأنا لا أتفق معه.